رح نحكي اليوم عن الطريقة التقليدية لصناعة دبس البندورة اللي كتير من نساء هذا الجيل ما عاد اشتغلوا بهذه الطريقة، صاروا يعتمدوا على الجاهز. طبعا مو كل الجاهز جيد، في أصناف جيدة وفي أصناف مشكوك بأمرها نتيجة عدم النظافة وما إلى ذلك، ولكن اليوم رح نحكي عن هذه الطريقة البسيطة اللي هي بتعتمد على البندورة البلدية، طبعا على غسيلها، بعد غسيلها بيتم تقطيعها. بعد عملية التقطيع نحن بنشوف أنه ربات المنزل أو أمهاتنا الله يحفظهم جميع بتلاقي أنه منضيف الملح، بعد إضافة الملح بتترك حوالي 24 ساعة، بعد منها بتتم عملية الخفق لحتى يكون في عنا تفتيت بشكل كامل لحبات البندورة، بعد منها بيتم عصرها. هلا هون في امرين، الامر الاول انه في كثير من النساء هي بتنشفها بشكل مباشر، وفي قسم بيصفيها وبيغليها على النار. الغلي على النار هذا الامر بيخفض من نسبه الحموضه فيها. مثل ما ذكرت هلا هي الطريقه تقليديه وقديمه، كثير من الناس بتشتغلها، ولكن في كثير من المصادر اللي بتجينا ما بنعرف شو هي، ما بنعرف كيف انشغلت، ما بنعرف شو هي الاضافات الموجوده، لهيك بتكون هاي الطريقه امن وبيكون الطعم فيها افضل. وعدا عن هذا الامر كلياته بيكون مصدره نقي ومعروف كل تفصيل فيه. مثل ما حكينا بعد ما يتم عمليه الغلي بيتم نشره على الشمس يومين او ثلاثه لتنشيف المياه منها، ولكن الناس مثل ما حكينا اللي بتعتمد بالطريقه الاولى اللي هي عدم غليها فبتحب انه يكون نسبه الحموضه فيها مرتفعه جدا. هذا كان الفيديو بسيط جدا لصناعة دبس البندورة. السلام عليكم.